هيقف قدامك بالظبط، تفضل قاعد في عربيتك زي ما انت وتطفي النور. اول ما طرد عمك من الفيلا عرفت انه بلع الطعم وانه صدق انه وائل هيشتغل معاه. لو كان موبايلي بيسجل عن فرحته اول ما قلت له ان وائل وافق يبقى بدل يحيى. كلها حاجه بسيطه وهتمسك بالمخدرات ونعرف مين اللي قتلناه وتظهر بلاية حسن باذن الله. يا رب ياسين يا رب. لما تحس ان الطريق بقى امان انزل من عربيتك وامشي لحد العربيه الثانيه، هتلاقي واحد نازل منها اسمه علاء. انت علاء اللي مترص ليه؟ ايوه. وانت وائل؟ ايوه. معاك الحاجه؟ ايوه معايا. هي دي المعدات؟ ايوه هي. مالها شكلها قليله كده؟ ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه بقى؟ شرفتوا يا حلوين. افتح الصندوق. دي شويه عدسات لسه مخلص جمركه النهارده. بقول لك افتح الصندوق. هو فيه ايه بس؟ في ايه؟ انت شايفها عادي يعني لما تيجي تسلم لي العدسات هنا؟ طب انت يا عم الحاج، مش انا قلت لك ان انا هجيب البضاعه دي هنا وبعد كده رايح اسمع ليه عند اختي؟ لا ايه ده؟ لا ايه؟ البضاعه دي لو فيها حاجه تبقى بتاعتك. انا مواصلات يا باشا. انت هتتسير معايا؟ مش عايز ولا كلمه. افتح الصندوق. يلا حاضر حاضر. اتفضل يا باشا اتفضل. يا ابني تعال. انا رايح عند اختي في اسماعيليه. خليك هنا. لا 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 ياسين انا هاجي معاك. قلت خليكي هنا. تعرف سليم منصور منين؟ من وين؟ هو اللي قال انه بيشتغل عند واحد اسمه سليم منصور. انت كذاب. انا ما اعرفوش يا باشا. ما تعرفنيش ازاي وانت عامل لي توكيل؟ والتوكيل هو يا باشا. يا عم وائل فيها شريط بيه. المشكلة إن مفيش. مفيش؟ يعني إيه مفيش؟ يعني مفيش حاجة. هو سعادتك فاكر إن أنا معايا حاجة؟ فضل سيادتك الشريف بينا تحافظ على الحاجات الموجودة لحد ما نفحصها بدقة. من فضلك. تمام، أوكي.